نحن الآن في أخلاقنا وتعاملنا وتربيتنا، يا ترى ما هو مقدار دخول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ هنالك مناهج كثيرة في التربية، مناهج كثيرة في علم النفس وفي غيره، ندرسها، يدرسها أفراد مجتمعنا، يدرسها شبابنا، يدرسها طلابنا، يدرسونها في مدارسهم، ثم قد يتخصصون في دراستها بعد ذلك في جامعاتهم، ونظرية فلان ونظرية فلان ونظرية فلان. يا ترى هذه النظريات كلها هل أخذنا شيئا؟ إن لم يكن ذلك عن اعتقاد تأس وعن اعتقاد اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الأقل هي نظرية نجحت في زمان معين، على الأقل إن كانوا لا يرون نجاحها الآن، لماذا لا تدرس هذه النظرية؟ إلى متى نبقى نستقي في تدريس أبنائنا وفي تربيتهم وفي تدريس مجتمعاتنا وتربيتها من النظريات الغربية؟ أليس عارا بنا نحن المسلمين أن نلجأ إلى نظريات غربية في هذا اليوم تثبت، وفي اليوم الذي يأتي بعده تنقض، يأتي عالم إثر عالم، وكلها لا تدلل إلا عن تجارب بشرية قاصرة؟ والتجربة البشرية كما تعلمون هي دائما إنما تعبر عن واردات الإنسان وعقله ومنطقه الذي ينشأ في بيئة متشددة مثلا في أي شيء كان هذا التشدد، فإن هذا لن تكون نظرياته إلا بمثل هذا، يعالج هذا الوضع والآخر أيضا يعالج وضعا آخر، فهذا هو القصور البشري. يا ترى حينما نأتي إلى مدرسة النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا كله، هذه مناهجه، لماذا لا ندخلها في بيوتنا؟ لماذا لا ندخلها في جامعاتنا؟ إلى متى نبقى على هذا الذل وهذا الهوان؟ هذه النظريات والمناهج الجديدة التي تدرس معنا الآن، ما الذي جاءتنا به؟ أترون مجتمعات المسلمين في أيام الناس هذه سائرة إلا إلى الذلة والهوان؟ أتجدون من مجتمعات المسلمين اليوم من ينافس الآخرين ومن ينافس الأمم الأخرى في اقتصادها، في قوة مجتمعاتها، تماسكها؟ ألا ترون مجتمعات المسلمين تسودها البغضاء والنزاع والفرقة والخصام؟ هذه أيامنا وتلكم هي الشواهد أمامكم ترونها. لماذا لا نتطور وعندنا كل الخير؟ لماذا لا نتطور وعندنا كل ثروات العالم؟ لماذا لا نتطور والآخرون يأتون إلينا لأجل أن يسلبوا خيراتنا وثرواتنا؟ نحن سلكنا هذه المناهج الغربية، سلكناها بكل ما أوتينا من قوة في زماننا الأخير هذا، لكننا مع ذلك لم نأتي بشيء، والسبب في ذلك أننا ابتعدنا عن هذه المناهج الأصيلة. ولئن كان هذا الأمر على مستوى المجتمعات كلها وعلى مستوى أهل الرأي، إلا أننا أيضا نبدأ بنا نحن الذين لا نملك إلا أنفسنا، نبدأ بنا نحن، ما هو مدى حضور هذه الأوصاف الشرعية في سلوكنا في أعمالنا؟ ما هو مدى حضور أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معنا في تعاملنا؟ لن نستطيع أن نتبين ذلك، ولن نستطيع أن نقيس أنفسنا، نحن جميعا لا نرى أنفسنا إلا في أعلى درجات الكمال، أليس ذلك صحيحا؟ أنت لن ترى نفسك ناقصا إلا حينما تنظر إلى الكاملين. فمن هنا نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السلسلة كاشفة عن شيء من منهج نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تعامله وأخلاقه، وأننا لن نحضر إلى هذا المكان بإذن الله سبحانه وتعالى لأجل أن نلقى بعضنا فحسب، ذلكم خير وفيه أجر بإذن الله، لكننا سنحضر بإذن الله تعالى لأجل أن نكون ربانيين كما قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون.